لأن اليوم سويت معكم وصفه لذيذه تزينون فيها سفره رمضان ديكورات البيتزا وطبعا بما ان احنا جبنا طاري البيتزا اكيد اهم شيء اللي هي جبنه الموزاريلا فاخترت لكم جبنه الموزاريلا الفاخره من بقرات الثلاث طبعا ما احكي لكم كيف لذيذه اتمنى تجربونها اول شيء العجينه انا سويتها معكم اكثر من مره بالحساب تقدرون تشوفونها او راح اكتب لكم اياها بالاسفل راح أقصصها بهذا الشكل احط شوي من صلصه الطماطم او صلصه البيتزا المنزليه مع الباباروني والجبنة الموزاريلا واقفلها بهذا الشكل وراح ادهنها بالزبده والاعشاب الايطاليه والنوع الثاني راح يكون بس محشي موزاريلا راح ازينها بصلصة الطماطم أو صلصة البيتزا مع الزيتون راح أدخلها الفرن وهذا شكلها أول ما طلعتها من الفرن كيف متحمرة مظبوط والجبنة تمط وصراحة مرة رهيبة قدمتها مع الصلصات الكاتشب والرانش جربوها وعليكم بالف عافية